فعلت بهم؟ تحولوا جميعاً لريتشارد. ولو سلامتهم أهم. بسبب تربيتك تعرض ريتشارد للحادث. لا، بسبب تربيتك هذه فقد قدرته على التفكير. حمايتك الزائدة أفقدته الاعتماد على نفسه. هو لا يستطيع تشغيل عقله. ريتشارد، 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 خذ الأولاد لشراء الحليب. ماذا تفعلين يا أنت؟ أحاول أن أعيدهم لوعيهم. هل يتذكر أحدكم كيف نفتح الباب؟ نعم، يأكلون عليك شد المقبض. إياك أن تتخيلي أني سأسمح لك بتركهم يخرجون. إياك أن تتخيلي أنني لن أطحن رأسك بهذا الكرسي هنا. ماذا؟ راحت عليك نيكول، البيت محصن ضد الحوادث. كل ما يكسر أصبح الآن بلاستيك. مطاط في مطاط. إلا هذه ورق من البداية. الأم المثالية تحمي عائلتها من الحوادث. أنا أم مثالية. هيا اعترفي. أبدا، اعترفي. لا، أنا أم مثالية. لا، أرسلتهم في ركب الفاجعة على درب الألم في طرقات الصعاب. فلذات أكبادي، فلذات أكبادي. أو لا تقلقي رجاء، ريتشارد سائق ممتاز. إلى السيارة. بابا أوقف السيارة. أحسنت، والسؤال هو كيف؟ عقلي يحدثني هناك خطأ، لكن ما هو؟ وجدتها، إنه حزام الأمان. أوه نعم صح. أوقف السيارة. حاضر، ولكن كيف؟ أولاً ابدأ بفتح عينيك. لا تغششيهم، يجب عليهم أن يفكروا. بالعقل حبيبي، بالعقل، من منا لا يخطئ. طيب طيب، مساعدة رجاءً، كيف نوقفها؟ مسألة نسبية، هل ننطلق للأمام أم يمشي العالم للوراء؟ بغض النظر والبصر، كيف نوقفها؟ اضغط كل الأزرار. والآن ماذا؟ فكرة رائعة، نصرخ ونبكي ونلطم ونولول. هذا خطأ بشع، أخبرني ماذا تعلمت منه؟ نيكول، سأضع حدا لكل هذا. لا، عائلتي في خطر، مجنونة. عائلتي بخير، وهي لا تحتاج إلا لمن يوجهها. لا، عودي. يجب أن نوقفها. كيف؟ جربت كلمة بليز؟ كفى هبل، كلكم معي. ابتعدي ماما. لا، ستنجح حبيبي. أنت مجنونة. يا شباب، هيا تذكروا، تذكروا كل ما علمتكم. تذكروا، تذكروا، تذكروا. هب هب هب. تذكروا. 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 الفرامل. نيكول، أنا نادمة على كلامي لك. أنت أم مثالية. بسيطة يا تيتا، كلنا نخطئ، المهم أن نتعلم. والآن عفواً، فاصل إغماء ونواصل.